حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر جزيل لقناة الفجر اللي كتواكب الصغيرة والكبيرة على الفوتسال المغربي. اليوم كتشوف هاد المقابلة اليوم كنا مستعدين بغينا ناخدوها مع الكوكب المراكشي. كنتأسفوا لهاد الحوايج اللي باقيين اليومين هذا كنشاهدوه دابا في كرة القدم المغربية. فريق بريمير سيري ما كيحضرش، عيب وعار اننا نشوفوا فريق بريمير سيري والدوري الوطني، وكتعرف اننا حنايا المغرب نتقدم في هاد الرياضة هادي على الصعيد القارة، نشوفوا بحال هاد المشهد هذا. وكنتمنى انا من القلب الخالص انه ما يتكررش هاد الحوايج بحال هكايا اللي خليو لنا الكرة كما كنقولوا كنرجعوا عاوتاني واحد 10 سنين الله. اللي كنطالب المسؤولين انهم يحاولوا انهم يلقاو حلول لهاد بحال هاد الحوايج اللي كيخليو كما كنقولوا الكره ديما. اول حاجه كنتاسف لهذا الحادث هذا، لان فريق في بريمير سيري انه ما كيحضرش، ونطالبوا من المسؤولين ولا من المسؤولين ديال المدينه ديال مراكش انهم يشوفوا نجاح الفريق ديالهم. وهادشي اللي كان، وكنتمنى من المسؤولين ديال الكره المغربيه كامله انهم يشوفوا بالكره ويزيد القدام بها.